تقف قدام الناس تتكلم من جوا قلبك. واحد تعرف بيمشي بيتكلم، انا بعرفه باسمه، بس الله يهديه بعدين الزول ده، الله يهديه عنده امور كده. الزول لما جاء يتكلم بيتكلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه، والعمة كبيرة، ونستغفره دي ضعيفة فيه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وهي تقيلة بس مما يتم. أما بعد الكلام بعد ذاك ثاني وما عنده شيء، شيء بسيط. أما بعد، لا يا جماعة الشرك كعب، والله نصيحة يا جماعة الشرك ده والله كعب، الناس ما تشرك بالله تعالى وكذا. بعد الهيجة دي كلها وكلام طيب برضو تتحذر الناس من الشرك، لكن انت دائما الكلام جيبه شنو من جوا القلب، ما تتكلف، جيب النص والشرح التفسير الصحيح هاي وبسط للناس الديون، وناس في البلد دي ذاتها دارين تبسيط والله ما، وصح في ناس فاهمين تلقاهم في المسجد، لكن برضو بتلقى ناس الواحد ساعة تقول لنا نادي الله، ما تنادي الأولياء، ولك هاي خلاص ثاني مبنى نادي الأولياء، بس بالنادي الله والرسول بس، ثاني تديه مصاعدة برضه، لأنه في حاجات هنا ما فيه، فدارين تفصيل تدقيق تورينه العبادة دي لله وحده، الدعاء لله، وتذكر الكلام كلام الطيب، الناس يديون كلام طيب، ويكون عندك حكمة في الدعوة إلى الله تعالى، ما تجي طوالب من البداية ترمي لهم الكلام يجوتوه ويكتبوا لهم ورقة ويمنعوك ويمنعوا غيرك، تبع تبين الحق وبالأسلوب الطيب، لو منعوك ومنعوا غيرك ما مشكلة، لكن تتعلمون شنو نمرة واحد ماشيين تمام الحمد لله، الناس راقبة في البوكس كويس، ناس في السلم ماشي كويس، هاي في دقداق هدين شوية هدية تاني اثنين ومش تمام ماشيين، تعاين في الجامع برضو تشوف واحد كورك طوالي أرجع لهم شوية، مش كورك ماشي انت تمام وصلت قربت محل الجرح، واحد كورك ولونه، وانتوا عارفين والجو ده الايام ذاته طيب والجو من الله تعالى، وذاته خلي شنو ما فاهم ذاته ينقذك من وين، تاني دي النمرة ثلاثة، النمرة ثلاثة دي من غير اسماء، توحيد من غير اسماء يا جماعة، الزول مات، الزول مات غسلوه كفنوه اسلوب طيب، الناس رفعته ودته المغابر معناها ما بيتحرك، فانا ما ممكن اناديه يقول لا الحقني والى اخره، تبين لهم والزول يا جماعة ما يعلق حجاب والزول وكذا. نمرة ثلاثة الأمور ماشية تمام، آي شوف الباب مفتوح ولا ما مفتوح، وديها أربعة وتوكل الله يتقبل والله، لكن أربعة برضو بأسلوب كويس، وديهم يا والله بيتقبل منك إن شاء الله وكذا. ومرات انت بتتلطف فيهم، مرات لما تتم النصيحة يزم تجيبه وتجي تاني البعادة وإلى آخره، وبعد ذاك الناس بتستجيب يعني دعوة الله سبحانه وتعالى، ودي من أفضل العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وفي حديث أو في رواية أخرى إلى يوم القيامة. فإنت ممكن تبلغ دعوة الله تعالى، زول اسمع دعوة الكلام اللي بتقوله ويستجيب ويستقيم، والله في ناس في الشوارع سمعوا نصائح جو داخلين المساجد وبيقوا من خيار الناس، وناس كانوا من أشد الناس عداوة للتوحيد والسنة، ولكن الله تعالى شرح صدورهم فتابوا وصاروا من خيار الناس. انت تتلطف بالناس، بعدين الزول اللي بتبلغ الدعوة دي مرات بيسبك انت، تتحمل اداك بنية وقول ساي اديها تلجة وليمونة وقول الحمد لله الله يتقبل، ما تنتقم لنفسك، ضربك يتحمل وإلى آخره وتصبر، لأنه الدكتور مرات المريض بيرفسه بيرفسك أنت بتعالج فيه بديك في بكراعه في وشك بتزح كذا وبتجيبه بالجنب الثاني تعالج، ولا كيف؟ ولا بتشاكل المريض في دكتور شايل له عكاز ما بتشاكله، في ناس مرضانين تعالجهم لما إن شاء الله يبقوا كويسين، ثاني بقول لك والله الشغلة دي حارة لكن الحمد لله بقينا كويسين، والله يجمعنا إن شاء الله في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. آخر شيء الصبر، وده ذكر في طيات الكلام، فتصبر على طلب العلم وتصبر على العمل الصالح وتصبر على تبليغ دعوة الله تعالى وتصبر على الأقدار التي تمر بك من فقد الأبناء ومن الجوع والعطش
ومن فقد الأهل ومن كل المصائب التي تبتلى بها تقابلها بالصبر، فتلقى الله تعالى وهو راضي عنك: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فدي أربع وصايا أرجو من نفسي وإياكم أن نستوصي بها وأن نعمل بها وأن ننشرها بين الناس، لعل الله يكتب الثواب العظيم عنده سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن السماع.